إذا أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في هذا البث المباشر هنا من المنطقة ديال عين شقف بطبيعة الحال تعاونية الازدهار. أجواء رائعة في البادية في العالم القروي كما كتشاهدوا معنا. جينا لهنا خدينا مع الفلاحة الأزمة ديال الغلاء ديال العلف وديال الأسمدة واش أثرت عليهم ولا لا. خدينا معاهم دردشة بطبيعة الحال نقلنا المعاناة ديالهم، سمعتوا الصرخات ديالهم ممزوجه بالدموع ديال بابوشا كيفاش حكى وقال، لان الازمه ديال الغلاء اثرت على الفلاح بزاف. كتشاهدوا معنا متابعينا كيفاش دايره الطبيعه في بلادنا. اكيد فالناس اللي عشاق الطبيعه وعشاق الباديه كتشاهدوا معنا هذه المناظر الرائعه. واكيد الحاله ديال الفلاح حاله جد ماساويه، الحاله ديال الفلاح في ظل هذا الغلاء عالم به غير الله اللي خلقه. إذا كتشاهدوا معنا دائما معكم متابعينا في قلب البادية، أجواء جميلة بزاف. نتمنوا على أن المسؤولين على القطاع ديال الفلاحة يعطيو أولوية ويعطيو اهتمام بالنسبة للفلاح البسيط اللي بكل صدق ولا عايش عيشة مقهورة، عيشة صعبة في ظل هذا الغلاء. الثمن ديال ربما العلف تزاد، ديال الاسمده تزاد، الفلاح ولا كيصير اكثر من اللي كيصور على البقره. شفتوا عاد دابا بابوش شاف شهادات جد مؤثره كيقول وكيعبر لانه كيصير على البقره 100 درهم كتاكلو في النهار، بقره كتاكلو 100 درهم في النهار وكتدخل له 40 درهم. يعني واحد البقره كتدخل لك 40 درهم ديال الحليب وكتصير عليها انت 100 درهم في النهار، وكيقول انا ما قدرش نفرط فيها. شحال من فلاح الان وخا عنده الكسور مع الماشيه ديالو فما كيقدرش يفرط لربما في الماشيه وفي البقر ديالو. علاش؟ لان عنده عيب لربما غتبيع البقر ديالك ولا تبيع الماشيه ديالك في بالنسبه للناس ديال الدوار، الناس ديال القبيله، فعندهم عيب فكيضحي وكيبكي قبل قليل شو كيبكي مرضات له البقره ما لقاش كيدير على انه يعالجها، خاصها مبلغ ديال 2000 درهم ما فحالتوش يعني باش ما كيتصورش وعنده معاه الكسور ما لقاش كيدير يعالجها. متابعينا الكرام فصراحه وبكل صدق نتمنى صادق يكون الاهتمام بالمواطن درويش فلاح البسيط. ما كنتحدثش على اصحاب رؤوس اموال اللي عندهم الالاف ديال البقر، اللي عنده جوج بقيرات ثلاثه البقيرات اربعه البقيرات وعايش منهم بالحليب ديالهم، فيعطيوه اهميه يدعموه. كيقول لك الدعم حنا كنشوفوه غير في التلفازه راه كنشوفوا بان انخفاض الدعم، هادشي كنشوفوه في التلفازه، ولكن في الواقع ملي كنجيو للواقع كنلقاو بان ما كاين لا دعم لا والو، داكشي بسيط. هادشي تعبير ديال الفلاح كما سمعتوا بابوش شنو قال قبل قليل. فبكل صدق خاص الاهتمام بهاد الفلاحه البسطاء ولاد الشعب اللي اكيد كيعانيوا في ظل هاد الارتفاع ديال الاسعار. رمضان على الابواب كنعرفوا رمضان وشنو كيحتاج رمضان المقومات ديالو. فبكل صدق كنعاود كنقولها نتمنى صادق الاهتمام بالفلاح البسيط. نتمنى وكذلك مع القدوم ديال رمضان تنخفض الاسعار ديال المحروقات، الاسعار ديال المواد الغذائيه الاساسيه، لان كاين اللي كيربط المواد الغذائيه الاساسيه والخضر والفواكه والاساسيات بالانخفاض ديال الاسعار. كاين اللي كيقول لك بالعفو من انخفاض اسعار المحروقات، كاين اللي كيقول لك الا انخفض له المحروقات غينخفض كلشي. اذا هذا هو العالم ديال الباديه كما كتشاهدوا معنا. الطريق ديال الباديه هي هذه، وعاد هذه راه طريق مزيونه بارابور للطرقه اللي كاينين في العالم القراوي.
اذا المتابعين الكرام كما عشتم معنا التجربه ديال يعني الباديه، خرجنا نواحي مدينه فاس في الجماعه ديال عين شقف نواحي راس الماء، ايضا قلنا لكم المعاناه ديال الفلاح، وانتم كتشوفوا هذا الجو الرائع والطبيعه الجميله في طريق راس الماء. وسبق لكم جيتوا لهذه المنطقه، الناس اللي ربما ما كيلقاوش فين يمشيو خرجوا غير النواحي ديال المدن ديالكم والمناطق اللي نتوما كتعيشوا فيها، غتلقاو جو واحد اخر، غتلقاو لربما اجواء دي معيشيه مغايره على 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 المدن ولا على المناطق الحضريه. فالواحد يبقى يتحرك شويه يكتشف حتى النواحي ديالو. فهاد المنطقه اللي كنت فيها انا ديال تعاونيه الازدهار، منطقه جميله، ناس الله يعمرها دار، فلاحات ديالها بسطاء بشان ساكن كيتقاتلوا مع الزمان، نتمنوا ليهم كل التوفيق والله يفاجئها على الدرويش والله يدير شي مسلك ديال الخير. كتشوفوا التراكتور واحد البركه مائيه هنايا في الطريق ديال راس الماء، كيتجمع الماء هنا بزاف، واش ضايا واش واد ما عرفتش، هادي شنو كيتجمع، ديما كنلقى الماء هنا مجموع. حتى التراكتور خوار يعني غادي ب مع هاد اللايف مع العنوان ديال الفلاحه والموضوع ديال الطبيعه، فاكيد لان الصوره جميله. الطريق ديال راس الماء هي استفدت من التهيئه اعاده الاصلاح ديالها، نتمنوا باقي الطرق يستافدوا. اذا غنخليكم متابعينا غندوبلوا هذا التراكتور نخليوه يمشي في رزق الله، ونمشيو حنا كذلك من اجل مواد اخرى. حفظكم الله، شكرا على حسن التتبع ديالكم المشاهده، كان معكم مراسل قناه منصف بودري، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الناس اللي كيدوبلوا في الخط المتصل الله يهديكم، هادشي اللي غنقول، الناس اللي كيدوبلوا في الخط المتصل الله يهديكم، هادشي اللي غادي نقول لكم، الله يهديكم. انت شوف كيفاش كيدوبل، لا حول ولا قوة الا بالله. شوف الطريق عاد صوبات وحفرة قدا قداش. يلا شكرا متابعينا، دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.